ما دعم محاول اصلا. لا والله انك بتلعب مرة الله سلمك ابو محمد ناموس. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء مع هذه الانطلاقات المستمره وشوطنا الرابع عشر شوط الوداع يتحرك ايضا بوزن الجعدان المهجنات الاصايل لابناء القبائل مع هذه الحركه مع هذه المسيره سنسد الاستتار على سباق هذا اليوم بهذا الشوط ونتابع المقدمه نتابع العنيد احمد بن سيف بضبيعه يقدم لنا عنيد بالمركز الاول اما المركز الثاني المركز الثاني ياتينا شعار خليفه بن سلطان بن رشيد على ظهر الخوار المركز الثالث سلطان بن علي ابو الهناوي المركز الرابع الحصيني المصبح بن سعيد بن سالم الاجتبي المركز الخامس فهنا شاهين محمد بن سعيد بن سليم النقله التاليه الى المركز السادس سراب عبيد بن سلطان بن رشيد اما المركز السابع فياتينا المتحد محمد بن عبيد بالطبيعه المركز الثامن هذا شعار المقعودي اظن محمد بن سيف المقعودي شعاره مميز شعاره جميل فيه نوع من الزخرفه فيه نوع من الالوان الجميله يتقدم مع مقلوع محمد بن سيف المقعودي يقدم لنا مقلوع بهذا السرعه وبهذا الشعار الملكي الجميل المركز التاسع ياتينا اللي هو قادم شاهين سهيل بن مبارك بن مرخان والمركز العاشر فهنا جبار حميد بن سيف النكعيب الفلاسي هذه المراكز الاولى متابعينا الكرام نتابع ونراقب الشوط ونذهب الى المقدمه نذهب الى مقدمه الشوط نذهب الى العمالقه نذهب الى هذا التجمع والغزو الغزو على المركز الاول غازين كلهم كل الجماعه يطالبون ولكن نشوف ظهر عنهم بالهناوي ظهر عنهم نعم ظهر بالهناوي يتقدم بهذا الشعار يتقدم بشعاره المعروف خوف يا خوف خوف يخوف ولا يخاف كامل الأوصاف ولكن المقعودي قادم مع مقلوع محمد بن سيف بن راشد المقلوعي من يقدم لنا مقلوع في هذه المسيرة إلى المركز الثاني والمركز الثالث يأتينا عنيد أحمد بن سيف بن ضبيعة بالمركز الثالث المركز الرابع يتحرك شاهين محمد بن سعيد بن سليم من الجانب الآخر شاهين السهيل بن مبارك بن مرخان المركز الخامس فهنا الحصيني مصبح بن سعيد بن سالم الاجتبي النقلة التالية إلى المركز السابع يأتينا سراب عبيد بن سلطان بن رشيد المركز الثامن الخوار خليفة بن سلطان بن رشيد المركز التاسع عجيب خليفة بن راشد بن سرداح والمركز العاشر فهنا المتحد عبيد بن محمد بضبيعة هذه الأسماء مشاهدينا الكرام نعود إلى مقدمة الشوط الروح إلى مقلوع الصراع عن مقلوع يا سلام يا مقلوع يروح يوم الشوط في إثارة هو يتقدم ينتزع المركز الأول بهذا الشعار وبهذه القوة وبهذا الأداء الجميل خوف يتراجع إلى المركز الثاني سلطان بن علي بن الهناوي حرك يا سلطان راقب يا سلطان شوف يا سلطان الله يا راعي الهمر حرك وشوف وتابع المقعودي بيروح عنك هني أيضا غادم شاهين سهيل بن مبارك بن مرخان من يتقدم إلى المركز الثالث بن رشيد غادم ما أدري بن رشيد عندك ولكن مقلوع هو دعته
الله راح مقلوع قفه وعند الناس طاري يوم جلبوهن قبلهن بالي بالهناوي روحن مسموت وختامه اي ماتي الصيح يا مسمر الاعيان يلي سبق ما يلحق بيه يروح يروح بالشوط يروح بالشوط وداعت الله مع السلامه مع السلامه. المقعودي ما يشارك يشارك بواحد بس مطيه وحده بس يسبق سبحان الله هذا هو وبن صويح وبالرفيعه محمد العبد الله بالرفيعه هذيل اذا شاركوا يشاركون مطيه وحده يا اما سبق يا اما ثاني. نعم هم هذيل يعني ينتقون. طيب نحن نتابع 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 مقلوع نتابع مقلوع والعصا قوت العصا في الابطان العصا في الابطان وهنا ايضا خوف المركز الثالث سلطان بن علي بالهناوي. المركز الثالث ياتينا السراب عبيد بن سلطان بن رشيد الرابع القادم القادم الخوار خليفه بن سلطان بن رشيد. نروح المقلوع نروح المقلوع شوف مقلوع يلا 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 هيلا هب هيلا هب هيلا هب كمل 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 يا عزيزي كمل يا صديقي روح يا مقلوع روح لأن 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 لأنك في مكان في مكان كلهم يطالبونك كلهم يطالبونك أنك تتنازل عن هذا المكان. بالرشيد هاجم بالرشيد هاجم باثنين 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 هجوم ثنائي هجوم ثنائي ولكن مقلوع يا مقلوع يا مقلوع كمل 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 يا مقلوع كمل يا المقعودي المقعودي مع الناموس ولكن بالرشيد غادم مع سراب عبيد بن سلطان بالرشيد عبيد بن سلطان بالرشيد يتجاوز يتجاوز في اللحظات الأخيرة. نهني عبيد بن سلطان بن رشيد على فوز سراب بالمركز الأول. لحظة الوصول لحظة الانتصار لحظة التتويج لحظة النهاية لحظة الزعفران. تهانينا والناموس لعبيد بن سلطان بن رشيد نهنيه على فوز سراب بالمركز الأول. المركز الثاني الخوار خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث فهنا يأتينا مقلوع محمد بن سيف المقعودي. المركز الرابع فعنيد أحمد بن سيف الضبيع. المركز الخامس بالهناوي. السادس بن سرداح والسابع محمد بن سعيد بن سليم والثامن والتاسع والعاشر عند اللجنة. هكذا مشاهدينا الكرام استمتعنا وياكم في صباحي هذا اليوم على أمل